هذه صدمة كبيرة بالوفاة ديالها حقيقة. من نهار عرفت المساح عرفت نعيم المشرقي لأول مرة. الخطوات ديالي الأولى لقيتها هي عن طيب صديقي، كنت نتكلم معاه وكان عطاني أنا البطولة ديال المسرحية، مثلت معايا هي والشعيبية العدراوي، كانوا كيعاونوني كتساعدني باش ما ندير شي قاف ولا كذا، فساعدت الناس وخدمات والله يرحمها. لسان كيعجز يدوي عليها لانها ممثله بكل الصفات، لا في السينما ولا في التلفزيون ولا في المسرح، فدائما الممثل اللي معها لا بد كيعطي لا ولا غادي تسمحها قدامها. فرحمها الله، كان عندها العطاء وكان عندها الموهبه الكبيره وعاشرت الناس وعرفت الناس وساعدت الناس الله يرحمها. تتألف كتاب على المرحومة لأنني أنا عاشرتها بزاف، بحكم خصوصا في الأعمال الاجتماعية، فهي اللي ما عرفوش عليها الناس أنها كانت تدير الخير بزاف، وكانت وراء تأسيس أول جمعية اللي هي وطنونا، اللي كنا لنا الشرف أننا نكون أعضاء فيها، وكانت ساهمت بواحد المانيفيستاسيون ديال واحد لامارش اللي هي دارت في الرباط واللي كانت فيها اكثر من 100,000 ديال الناس، وخرجنا الحكومه بزز منا انها مشات معنا. هاد السيده كانت تجري من اجل الافراج على دوك اللي كانوا مشدودين في تيندوف، ومني خرجوا هنا فين بانت عاوتاني القوه ديالها، انها كانت هي وراجلها رغم كبر السن ديالهم كانوا كيمشيو بيديهم من مدينه لمدينه يديو لهم المساعدات والمعونات. فهاد السيده دارت الخير بزاف، ومني كانت مريضه كانت تعيط في التليفون، هي مريضه وكتوصي على ناس اخرين مرض على فنانه، الله يخليك ولدي شوف فنانه الفلانيه، شوف هذاك الفنان، شوف، يعني انسانه طيبه جدا. اما من الجانب الفني ف اعمالها كتكلم عليها. هاد السيده يجب ان تكون قدوه لكل فنان وكل انسان وكل مغربي اللي باغي يدير الخير، فهي دارت الخير بزاف، وهذاك الخير هو اللي غادي تمشي غادي تديه معاها. والله يرحمها والله يوسع عليها والله يبارك لها في وليداتها، حاربات منذ صغر سنها، فهي بنت الدرب، هي بنت كراج علال، بنت دربنا، بنت درب السلطان، أصلة بنت البلاد، قرات وليداتها، كوناتهم، رجعتهم، فيهم دكاتره وفيهم مسؤولين الحمد لله كبار. الزوج ديالها السي عبد الرحمن تنقدم له التعازي ديالنا، المخرج الكبير ديالنا. هاد الناس خدموا الميدان الفني والميدان الاجتماعي، هادشي اللي غادي نقدر نقول، ولكن كاينه اشياء اخرى ما يمكنش نقولها في جوج دقائق ولا ثلاثه دقائق، فالله يرحمها والله يوسع عليها. هادشي اللي كيعرف الجميع السيده يعني كانت في الحركه الوطنيه العاليه، يعني كانت يعني عندها واحد كانت وطنيه يعني وكانت كتشوف معنى الكلمه. هي شوف هذيك السيده كانت اولا تحب الوطن لواحد الدرجه ما كتصورش، وتحب الملك لواحد الدرجه ما كتصورش. يعني هذه مسألة أنا عشتها معها، كانت يعني هي زرعات فينا هذا الحب للوطن، حب للبلاد، حب عمل الخير. فهي كانت كتوصي يوميا، كتهز التليفون وتعيط على واحدة أخرى ولا على واحدة أخرى، الله يخليك، وكتطلب كتزاوق على قبل الناس، كتزاوق باش أنهم يمشيو يعاونوها ويمشيو يساعدوها. يعني يعني بزاف ما نقولوا على نعيمة، نعيمة سي تا مونيمون، وخص تألف عليها كيف قلت لكم كتب لكي تكون هي القدوه الحقيقيه للمراه المغربيه بصراحه، ودافعت على المراه ودافعت على بزاف الحوايج، وكانت السفيره ديال النوايا الحسنه، وكانت يعني تبارك الله وخذت مناصب في الاداره ودارت بزاف الحوايج اللي هما مزيانين. الاثر ديالها ديال 82 سنه نحكيها انا في دقيقه ولا جوج ديال الدقائق، راه يستحيل نحكي لك شنو دارت نعيمه المشرقي.
انا لما دخلت المسرح البلدي بمدينه الدار البيضاء في 65 احترفت، كانت هي نعيمه المشرقي عضو من اكبر الاعضاء واهم الاعضاء في هذيك الفرقه ديال المسرح البلدي ديال مدينه الدار البيضاء، هي والسي عبد القادر مطاع الله يشافيه. كانت قامه من قامات الفن في المغرب والمسرح، سواء على مستوى المسرح ولا على السينما ولا على مستوى التلفزيون وعلى مستوى البرامج ايضا، وكانت سفيرة النوايا الحسنة ايضا، يعني امرأة كانت خيرة. دارت فقدنا احد سيدات الشاشة المغربية التي كانت تمارس في مهنة الفن بكل ما يحمل الفن من سمو واخلاق، عاشت قريبة من الهوية المغربية ومن الشعب المغربي بكل اضيافه، تمت بالفن وبالتعليم والبرامج التلفزيونية، أيقونة من الأيقونات التي رحلت عنا بجسدها فقد، وسوف تبقى دائما وأبدا نبراسا للأجيال القادمة وللفن المغربي بكل تجلياته. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمنا نعيمة المشرقي. نعيمة المشرقي تعرفت عليها هذه 62 سنة اللي كنت طالب في باريس بحيث الزوج ديالها عبد الرحمن الخياط كنا في مدرسة واحدة، وكانت هذيك السنة جات عنده واحد الزيارة، من ذاك الوقت اللي تعرفت عليها وأنا متبع الأعمال ديالها، أولا مع طيب صديقي وكذلك في شريط كان في 64 مع الزوج ديالها اللي كان واحد الشريط جميل فيه مغنيين بحال عدد عبد الهادي بالخياط وغيره، وكنت معجب يعني بالأعمال ديالها، بحيث أول مناسبة كانت عندي في شريط باديس 88، وإلا طلبت منها أن تقوم بدور جميل جدا، ومنذ ذلك تعاملنا في 4 أفلام وآخرهم هو جارة أبي موسى اللي تقوم بواحد الدور ديال الملكة. فقدنا ممثلة عظيمة جدا، وتنحس براسي الآن كيتيم، لأنه ملي تنذكر البحث عن زوج امرأتي والأدوار اللي كانت فيها البشير سكريج، أمينة رشيد، نعيمة المشرقي، ذهبوا الثلاثة و أصبحت يتيما بالنسبة لهذه الأشخاص. شكرا لكم. نقول في حقها كلمة، هو اليوم يوم حزين، فقدنا واحد الإنسانة، أولا فقدنا واحد الفنانة كبيرة وكتشكلات واحد جزء كبير من تاريخ المسرح المغربي في مرحلة ما بعد الاستقلال. هذا من جانب اللي كيعرفوه على الجمهور، ولكن كاين فيها واحد الجانب الإنساني. كانت الأم ديالنا، كانت الأم ديال الفنانين، معروفة بأعمال ديالها الاجتماعية ديالها وبالأيادي البيضاء الكثيرة اللي كانت كدير، ما يمكن نسألوا لها إلا الرحمة والمغفرة من عند الله سبحانه وتعالى، ونتقدموا بأحر التعازي للأسرة ديالها ونعزوا نفوسنا فيها. فقد كبير، ولكن المغرب ولاد إن شاء الله باش يستمر المغرب في هذا النهج ديالو، في هذا الجانب ديال التضامن، وبالأخص ملي كنذكروا نعيمة المشرقي كنجبدوا هذا الجانب التضامني، هذا القرب ديالها الإنساني من الفنان ومن المواطنين حتى العاديين. نتمنى هاد الخير اللي كانت كدير في الدنيا يقبلوا لها الله وتكون مسواها الجنه ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا لك. انا محظوظ لانني عاشرت واحد المجموعه من الرواد، ولكن ما كيحز في نفسي هو انا شخصيا ما تاحتش لي هذه الفرصه انني اشتغلت معاها بشكل مباشر، ولكن كتبقى هي استاذه اللي من الرواد ديالنا اللي كنعتزوا بهم. كيحس في خاطري انني ما تاحتش ليا فرصه انني اشتغلت معها في شي عمل، ولكن الاعمال ديالها غتبقى خالده ان شاء الله في الذاكره ديال المشاهد المغربي. شكرا. تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.